شاشة كرة وماذا جاء فيها. موجود حاضر في مدرجات ملعب المدينة يذرف الدموع فرحة بهذا الإنجاز لهذا اللاعب اللبناني وهو يحمل علم العراق. شكرا لأبناء لبنان. هاي بعد الخسارة. شوف حتى المعلق خطي شروط ذهني عنده هو علم لبنان والعراق. هو اليوم كثير أخطاء. الله يساعده عمي. هو الله يساعده والله. طيب رأيك بصراحة لاعب لبناني خسران ويحتفل مع الجماهير برفع العلم اللبناني. أنا ما عندي شروط. لا لا لا. مود أقول لك شوفي ليش أقول لك الرياضة هي رسالة حب واحترام. شوفي هاي الشدة اللي أنت على إحنا خسرنا اليوم النهائي. بس من رفع علم إحنا وقدام هاي الجماهير إحنا بلد واحد. ومع ذلك شوف جميع الجماهير العراقية من رفع علمها ظلت الصفوق لي. هاي اللي نريدها إحنا. صحيح. هي هاي الرياضة. شوف هي تجمع تجمع الجميع. ليش نقول توحد الجميع هي هاي الرياضة؟ فأقول الرسالة كانت جدا جميلة بهذه اللقطة وتحياتنا للأخ المعلق جمال دراجي. تحياتنا واردة لأنه 90 دقيقة وأكثر من 90 بعد ركلات الترجيح واحد يرتجل ويسولف. زين ماكو حد يما يقول له كانت تمشي ما جوز ما سمعوها. هو تدري أنا ما أخذ اللقطة أريد أعلق على العلم. هسه سمعت قايل العلم العراقي. والله ولو أدري ما أخذ. عموما عندي دقيقتين أريد أسأل كم سؤال.